حقيقة المشروع الصهيوني في دائما لخطورته وتوسعه يجب أن يكون موطن اهتمام وموطن دراسة وموطن تمحيص في كل الأوقات. ونظرا لخطورة الحركة الأخيرة التي اشترك فيها العدو الصهيوني وهي تدمير العراق واستهداف العراق في المرحلة الأخيرة، فأنا أعتقد أن العلاقة والاستهداف الصهيوني للعراق قضية مهمة وذات بعد استراتيجي تحتاج إلى مزيد من التمحيص. وهنا أنا سأتكلم باختصار شديد لبعض الجوانب لمثل هذا الأمر، وسيشمل هذا الأمر أهمية الموضوع الاستهداف لماذا، ثم مجالات الاستهداف، ثم آثار الاستهداف، ثم آليات المواجهة. أهمية الاستهداف تكمن في ثلاثة أبعاد. البعد الأول تاريخي، وهي العلاقة ما بين اليهود وأرض الرافدين، ويشمل عدة مجالات. المجال الأول أن اليهود ينظرون أن للسبي البابلي من الآشوريين والبابليين وتدمير كياناتهم التي كانت في على أرض كنعان في فلسطين، مملكة ما يقال مملكة يهودا والسامرة في القرن السادس قبل الميلاد، قضية مهمة وبالتالي كانت مؤثرة جدا في تاريخهم وفي نظرتهم لدور العراق واستهداف العراق. القضية الثانية الوجود السياسي، ليس الوجود في قضية السبي البابلي ولكن الوجود السياسي لليهود في أرض الرافدين. الكثير منا لا يعي على أن كان لليهود بعد السبي البابلي في أرض العراق كينونتان. كينون الأول ما يسمى بمملكة حدياب في شمال العراق في كردستان ما بين القرن الثاني قبل الميلاد ومنتصف القرن الأول ميلادي، ثم هناك إمارة تسمى، وفي الواقع يوجد هناك مؤشرات قوية الآن في شمال العراق لمثل هذا الأمر، كثير من الأسماء متداولة مثل هذا الكلام، إمارة بابل. وكانت هذه صحيح لم تكن تأخذ الحكم السياسي الواضح لكنها قضية يشار إلها في هذا الأمر، وكانت هي في القرن الأول الميلادي لمدة قصيرة. القضية الثانية البعد العلاقة الواقعية، العلاقة الواقعية ما بين العراق واليهود ولها عدة أبعاد. الدور الأول، البعد الأول هو دور الطائفة اليهودية في العراق، والإخوة العراقيين يعرفون والشعب العراقي يعرف دور عائلة خدوري، حتى كان لها ناديا في العراق، والمؤسسات التربوية والخيرية السرية منها والعلنية والتعليمية وحتى منها العسكرية للطائفة اليهودية في العراق. ثانيا دور العراق في الصراع، وقد أشار الأخ الفاضل الذي سبقني في هذا الأمر، وأنا أشير إلى قضية مهمة لدور العراق يمكن الأخ الفاضل يعني يذكرها، وهي ثورة رشيد علي الكيلاني. ثورة رشيد علي الكيلاني في 1941 أو 42 كانت بتنسيق تام ما بين الحاج أمين الحسيني رحمة الله عليه وما بين رشيد علي الكيلاني رحمه الله كذلك، وكانت قضية محورية لو قدر لها أن تنجح لكان غيرت مسار كثير من القضايا السياسية. وما أشار الأخ الفاضل كذلك للدور في حرب 67 والدور الاستراتيجي في حرب 73، ولولا يمكن قوات العراقية لسقطت دمشق، وكذلك حتى على الجبهة المصرية كان للطيارين العراقيين دور كبير، وبالتالي وكذلك دور العراق في قضية 91، وكان له شرف أول دولة تقصف الكيان الصهيوني بالصواريخ، وهذا كان أمرا حدثا جللا بالنسبة للمشروع اليهودي الصهيوني. القضية الثالثة في العلاقة الواقعية علاقة الكيان اليهودي ببعض المكونات ومنهم الأكراد والآن في بعض الطوائف الأخرى الثانية. أما القدرات والدور المستقبلي، أحد الأسباب التي تجعل الكيان الصهيوني يستهدف والمشروع اليهودي يستهدف العراق
القدرات والدور المستقبلي للعراق، وهو يحمل في ثناياه عدة نقاط. الأول شيء الموقع الجيو استراتيجي أو جيو سياسي للعراق، قريب جدا من فلسطين، أقل من 1000 كيلو، وبالتالي قضية دور العراق يكون على عجل سريع جدا، وهذا مهم جدا في قضية الجغرافيا السياسية، وهو مستهدف من قبلهم، وهذا مهم جدا، وكان دائما للبعد للعلاقة هذه مهمة في استراتيجيات الكيان الصهيوني. أي علاقة من دول الطوق مع العراق تمثل خطر استراتيجي على استمرارية المشروع اليهودي الصهيوني، وبالتالي الموقع الجيوسياسي للعراق مهم جدا وكان مستهدفا. القدرات البشرية تمثل رصيد استراتيجي في الصراع لطاقات العراق البشرية ولعدد سكانه وما ينتج له من أجيال ومن طاقات بمختلف المجالات. القدرات المادية والمعنوية، القدرات المادية الثروات الطبيعية للعراق مستهدفة، والعلمية والتقنية، ورمزية العراق كأرض للخلافة ومصدر لتحرير فلسطين من المشروع الصلاحي في من الحروب الصليبية. هذا كلها، كل هذه العوامل هي لها دور، بل أكثر من ذلك في القدرات والدور المستقبلي، التنبؤات اليهودية بأن الإبادة القادمة للمشروع اليهودي تأتي من بابل مرة أخرى، تأتي من العراق مرة أخرى في آخر الزمان. الآن النقطة الثالثة والمحور الثالث هي المجالات، مجالات الاستهداف. المجال الأول وهو استهداف الأمن القومي العربي، وتعتبر العراق البوابة الشرقية للأمة العربية، وبالتالي أي خلل في الأمن القومي العربي يعتبر يخدم الأمن القومي للمشروع اليهودي الصهيوني، وبالتالي تدمير البوابة الشرقية للأمن أو حدث خلخلة فيها أمر مهم جدا وخطر على الأمن القومي العربي. ثانيا تدمير الجبهة الشرقية تعتبر لفلسطين، ومن استراتيجيات الكيان الصهيوني في الثمانينات هو أن أي تحالف لدول الطوق مع العراق يعتبر إعلان حرب على الكيان الصهيوني. هذا موجود في استراتيجيات الكيان الصهيوني في الثمانينات وليس الآن. ثانيا القدرات العلمية التي والتجارب العلمية والمصانع التي صنعت كثير من القدرات العلمية والتجربة العلمية في نقل التكنولوجيا في العراق قضية مستهدفة وكانت مهمة جدا، وكانت واضح الاستهداف فيها في العراق في خلال الاستهداف الأخير. القضية الأخرى الثانية الاستهداف السياسي. الحقيقة الاستهداف السياسي للمشروع الصهيوني قديما ليس الآن، وذكرنا على أنه كان هناك بالرغم من أن الفرس لما جاءوا وعلى أثر البابليين وحاولوا أن يرجعوا اليهود إلى فلسطين وعدم رجوعهم، لكن اليهود استهدفوا أرض الرافدين وبقيوا فيه، وذكرنا تجربتهم في حدياب والأخرى. لكن ما يجلب الانتباه أن بعد الاحتلال كان هناك أناس يتحدثون عن اقتطاع مناطق في العراق وإقامة كيان يهودي عليها. هذا ذكره بعض المراجع، وكان هذا يعني ملفت للنظر حقيقة، ويحتاج إلى مزيد من البحث والتدقيق ومعرفة أبعاده. من الاستهداف السياسي التفتيت السياسي ودعم مشروع تقسيم العراق، سواء كان عن طريق دعم المشروع الاستقلالية للأكراد في الشمال. ومن الملفت للنظر على أن لما قام العملية الاستفتاء أو ما يسمى بالاستفتاء تقرير المصير، أن الدولة الوحيدة في العالم التي كشفت عن يعني دعمها المفتوح كان الكيان الصهيوني، وأعلام الكيان الصهيوني رفعت في بعض المناطق. وهذا طبعا العلاقة الاستهداف هذه ليست حديثة، بل كانت عندما كان الصهاينة يعتمدون سياسة استراتيجية تسمى سياسة شد الأطراف، شد الأطراف بالمناطق العربية والإسلامية، وعلى أساسها قسموا السودان وشدوا الجنوب السودان وأسسوا فيه دولة. وكذلك في العراق محاولتهم مستمرة لتقسيم العراق، بل طرح فكرة كتل الأقاليم، قضية الأقاليم حقيقة كمان ودعوة للأقاليم من بعد طائفي هي تؤسس لعملية التفتيت السياسي. بل حتى الاحتلال السياسي الأمريكي والفارسي للعراق كان 2003 وإقامة ما يسمى بتحالف قورش، وهو تيمنا بقورش الفارسي الذي حاول يعيد اليهود إلى فلسطين، وبالتالي ودعم هذا من
يعني دعمة من اليهود وحرض، وكلنا يعرف دور اليهود في التحريض على احتلال العراق. أما الاستهداف الآخر فهو الاستهداف العقدي. الحقيقة الاستهداف العقدي قد يكون معالم وتحتاج إلى مزيد من التمحيص. فالانتقام اليهودي في البعد العقدي من العراق واضح، هم دائما يتذكرون على أن العراق أو جاء منه مصدر إزالة رمزيتهم، ما يسمى بقضية الهيكل. حقيقة هذا وقضية مستهدفة ولها بعد آخر ثاني، ولها بعد حقيقة يجب أن يدرس بدراسة تفصيلية أخرى ثانية. ومن قضية الاستهداف للعراق في قضية البعد العقدي، لأن القضية العقدية بالنسبة لليهود في قضية العراق مرتبط بقضية التوراة وصياغتها والتلمود وصياغته بالعراق، وبالتالي البعد العقدي والاستهداف العقدي قضية مهمة. استهداف الهوية العقدية للعراق، وبالتالي حتى في الدستور دون على أن العراق ليس من الأمة العربية. لا أدري، هذا يحتاج إلى، أنا هكذا قرأت في بعض الوثائق ولا يحتاج إلى مزيد من التحقيق والتمحيص أكثر. وقضية العراق وصناعة قضية داعش وتجربة داعش في العراق هي جزء من استهداف الهوية الحقيقية وقضية العراق. أما الاستهداف الاجتماعي والسكاني فعملية الاستيطان، فاليهود بعد العام 2003 كان لهم تخطيط، وهنا يلمسه بعض الإخوة وشعبنا في العراق في الشمال، إعادة 200 إلى 100 من 150 إلى 200 ألف يهودي إلى شمال العراق. وهذه عملية استيطان مبرمجة وممنهجة، بل أن شراء البيوت والأراضي في العراق عموما وبالذات في الشمال وفي الوسط قضية موجودة ويستشعرها كثير من إخواننا، ومحاولة زراعة المؤسسات التجارية والبنى التحتية قضية مستمرة، بل أكثر من ذلك في القضية السكانية فهناك تخطيط صهيوني لمحاولة الترانسفير، إجلاء فلسطيني وزرعه في العراق، وهذه مؤامرة موجودة من قديم في هذا الأمر. وهناك رموز صهيونية اشتركت في قضية التحريض على العراق في الحرب، وكان لها أثر في قضية وتؤمن إيمانا جذريا بقضية إحلال الفلسطينيين وترحيلهم من فلسطين إلى العراق. الاستهداف العسكري والأمني الصهيوني للعراق أمنيا معروف النفوذ الأمني ومحاولات التجسس على العراق، بل أن سرقة الطائرة المج بالستينات ومنير روفا وتجربته تعتبر من النجاحات المميزة للأمن للجهاز الموساد الذي حققها في الستينات، بل تدمير المفاعل الذري العراقي تعتبر كذلك من الإنجازات التي يفتخر بها جهاز العسكري الصهيوني أو المؤسسة العسكرية الصهيونية. هذا كل استهداف يجب أن نستحضره ونعرف ماذا يعني وماذا هي ما أبعاده. بل الاستهداف العسكري كذلك الصهيوني ودعم الكيان الصهيوني لإيران في حربها ضد العراق في سنة 1980 إلى 88 وديفيد كمحي وإيران جيت، قضية هذه يجب أن نستحضرها ونعرف أبعادها ونعرف دورها. بل كذلك في يعني للاحتلال الأمريكي والدعم اليهودي للاحتلال الأمريكي في التدريب والقدرات العلمية والمشاركة اليهودية في قضية الاحتلال قضية مهمة. بل وكذلك دعم التمرد الكردي عسكريا وأمنيا، وهذه فيها دراسات وأبعاد أبحاث كثيرة جدا. أما الاستهداف الاقتصادي وقضية محاولة السيطرة واغتصاب كثير من الثروات الطبيعية، فهناك دراسات كذلك عن قضية الاستفادة من البترول بأسعار مخفضة، بحيث أنه يعني أكسبت الكيان الصهيوني كثير من المليارات، من 700 من حوالي 3/4 مليار من مليون دولار إلى مليار وربع تقريبا سنويا. وكذلك أدى هذا إلى تقليص ميزانية الدفاع عند الكيان الصهيوني بمعدل من 400 إلى 700 مليون دولار سنويا. بل كذلك الأرباح التي جنوها من الاحتلال واستهداف العراق تقارب تقريبا 17 مليار إلى 17 مليار ونص من الدولارات، واسترجاع كذلك الموجودات الصهيونية المادية الصهيونية للطائفة اليهودية قبل 48 محاولات في ذلك. بل أن طالباني اللي كان رئيس العراق في مرحلة معينة ما بعد الاحتلال وعلاقته ومقابلاته مع الملياردير حييم سابان دعا إلى الاستثمار الصهيوني في العراق وقدوم هؤلاء إلى العراق. الاستهداف التاريخي والوثائقي
وهذه كذلك قضية تحتاج إلى مزيد من التوثيق ومزيد من البحث، وهو استرجاع بعض يعني سرقة الآثار العراقية، ويعني السيطرة على حوالي تقريبا 10 متاحف عراقية في العراق من شماله إلى جنوبه، كانت قضية مهمة جدا. ونظرا لأن تقريبا ثلث التوراة مكتوب يشار إلى قضية بابل والعراق، قضية مهمة جدا في هذا الأمر. أما استهداف الوثائق فهناك مخطوطات كثيرة جدا، يعني كانت مصدر يعني اهتمام. الآثار والنتائج. الآثار، احتلال العراق، الآثار على العراق، كان احتلال العراق من تحالف الشر بين إيران وأمريكا والصهاينة، تهديد وحدة العراق وزرع بذور التفتيت، هدر الطاقات العسكرية والثروات الطبيعية، تهديد وفقدان الهوية العربية الإسلامية للعراق أو محاولة إفقاد العراق هويته العربية والإسلامية، ودخول العراق في مجال الاختراق والاحتواء الصهيوني التطبيع. آثار الاستهداف هذا على القضية الفلسطينية، تدبير نظرية الإسناد العربي المشترك لفلسطين، هذه هدمت ودمرت، وتضييق المجال الحيوي للمقاومة اللي تفضل الأخ الفاضل في الكلام عنها، وكيف أن العراق كان يحضن المقاومة، كان حاضنة جيدة للشعب الفلسطيني كذلك، وزيادة احتماليات ترانسفير التهجير الفلسطيني إلى العراق، وزيادة معاناة شعبنا الفلسطيني في العراق الذي كان في العراق بعد الاحتلال، عانى معاناة شديدة جدا، وزيادة الخلل في مجال التوازن الاستراتيجي للقوى مع العدو، بين الأمة العربية والعدو، زاد الخلل في فقدان التوازن الاستراتيجي مع هؤلاء، بل كذلك أن الدعم المشروع، هناك جهات ما عندها مانع أن تدعم المشروع الصهيوني، وخصوصا يعني ما يتضح في أبعاده. هناك الاستهداف، آثار الاستهداف على الأمة العربية والإسلامية، نظرية الأمن القومي واتفاق الدفاع العربي المشترك، نظرية المقاطعة العربية للكيان الصهيوني سقطت هذه كذلك وتفتتت، انفلات باب التطبيع العربي بعد احتلال العراق، انفلت الباب التطبيع وأصبح المسألة منفتحة على مصراعيها، ثورات كمان كان في ثورات الربيع العربي كان لها أثر كبير جدا في قضية إفشال هذه الثورات وانتشار المشروع الفارسي وحلف كورش، بل وانتشار مبدأ الدولة الفاشلة. آثار الاستهداف على المنطقة في تفتيت المنطقة ومحاولة رسم الخارطة السياسية وإعادة التحالفات، تم إعادة التحالفات من جديد، وأصبح من الناس يجاهرون بقضية التحالف مع الكيان الصهيوني ويعني رسم محاور جديدة، إعادة التحالفات، تدويل أزمة المنطقة، أصبحت المنطقة مدولة أمنياً، وإعادة يعني إعطاها البعد، بل كذلك على المنطقة نشر حالة العداء، والعالم نشر حالة العداء للإسلام السياسي، نموذج داعش. بصراحة هناك، تعطينا دقيقتين أو ثلاثة زيادة بس فقط، حتى هناك آليات المواجهة وهي قضية مهمة على مستوى العراق. أنا أعتقد أن رصد ومقاومة التوسع اليهودي الصهيوني في العراق قضية مهمة، أن يكون يرصد هذا النشاط ويرصد هذا العمل، العمل على إعادة الوعي والهوية والقومية والهوية القومية للعراق، الحفاظ على وحدة العراق واستقلاله قضية مهمة جدا، تحقيق الوحدة بين القوى الإسلامية والوطنية في مواجهة التواجد الصهيوني والاحتلال وحلفائه، التعاون والعمل المشترك مع المقاومة في فلسطين وثورات الربيع العربي، رصد ومقاومة قوى النفاق والمتعاونة مع الاحتلال والتوسع اليهودي، فتاوى شرعية ضد التطبيع والتواجد والتسريب للصهاينة واليهود، العمل على إعادة إعمار وبناء مناطق التي دمرت. على مستوى قضية فلسطين، المساهمة في رصد ومقاومة التواجد والتوسع اليهودي الصهيوني في العراق، التنسيق والعمل وفق برامج عمل مشتركة مع القوى الإسلامية والوطنية في مواجهة التوسع اليهودي، دعم شعبنا المهاجر من في العراق ورفع الظلم عنه وربطه في مقاومة المشروع الصهيوني. على مستوى الأمة، قلنا ربط مشروع استعادة الهوية بقضية الحركة الإسلامية العالمية والدعاء لهذا الكلام، ربط المشروع استعادة الهوية في العراق، ربط التوسع الصهيوني في العراق ومقاومته مع المقاومة في فلسطين، هذه قضية مهمة على مستوى الأمة، التوسع والاستهداف اليهودي قضية عقدية، التأصيل الشرعي لمثل هذا الأمر قضية مهمة، دراسة وأبعاد وتطور المشروع الصهيوني، هذا استهداف العراق لا يأتي في استهدافه لوحده بس استهداف الأمة، وبالتالي لابد لنا أن نعمل على دراسة على مستوى الأمة إعادة الوعي ودراسة تطور هذا المشروع بشكل واسع واستراتيجي،
وحقيقة مما لاحظناه من خلال المطالعة أن عملية الوعي هذه والإدراك لأبعاد المشروع وتطوره هناك ضعف شديد جدا في هذا الجانب، بل وعمل وتنفيذ رؤية استراتيجية لحركة مقاومة توسع المشروع اليهودي على مستوى الأمة. لابد أن تصاغ رؤية استراتيجية على كيف نقاوم هذا المشروع واستثمار وتطوير الوعي العالمي بخطر السيطرة الصهيونية وتوسعها. هذا يعني نكتفي بذلك، وجزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفع الله بكم وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.